السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكم، معكم زياد هادي أستاذ آلة العود والنظريات والغناء العربي من العراق. أشرف بكم أخواني وعزائي المهتمين بالعود وبدراسة العود وبدراسة المقامات. اليوم احنا عندنا مقام من فصيلة البيات اللي هو مقام الحسيني. ضروري جدا انه تعرف هذا المقام وتفاصيله واجناسه وكيف تعزف على آلة العود. قبل ما ابدا، انه عندنا دورات اونلاين مباشره معايا طبعا باشتراك شهري، 8 محاضرات شهريا باشتراك شهري، وحاضرين لكل شيء ممكن تتصل بي على رقم الهاتف الموجود امامكم او اسفل كل فيديو، وهذا يطور من أموركم الثقافية وأيضا تتعلمون آلة العود أو الغناء أو النظريات أو المقامات. قبل ما أبدأ، مقام الحسيني هو من فصيلة البيات طبعا، يعني هو من مقام البيات، يبدأ طبعا من الري وينتهي بالري، ري مي فا صول لا سي دو ري، هذا انتهى. الدليل مالته شنو؟ راح يصير عندنا سي كارمي بون مي كاربي مول، سي كاربي بمول، سي كاربي مول، مي كاربي مول، هذا انتهى عندنا الدليل. من صار عندك الدليل هذا الشيء يعني الأصابع تغيرت عندك، الأصابع صارت مغيرة عندك، يعني راح يصير عندنا جس بيات على درجة يعني عندنا من الري إلى الصول جنس بيات على درجة الري، جنس بيات على درجة الري، هذا للصول. بعدين احنا عندنا من اللا الى الري، هذا جنس بيات راح يصير عندنا على درجة الحسيني. يعني شنو الحسيني؟ يعني عندك اللا يسموها، يعني على اللا، جنس بيات على درجة اللا. هذا عندنا بالنسبة للصول. بالنسبة عندنا للنزول، راح يكون عندنا النزول كالتالي، راح يصير عندنا أيضا أجناس موجودة عندنا و يعني يصير بها تغيير. راح يصير عندنا ري دو سي لا صول فا مي ري. إذا أول جنس يصير عندنا من الري إلى اللا، ري من الري ري دو سي، هذا اللا راح يصير عندنا كرد على الحسيني او على اللا، اوكي، لان يكون معظم ما يعرفونها حسيني، هاي التسميات موجوده في العراق. وعندنا ايضا عندنا بين الدو والصول، هذا الدو والصول جنس بيات، عفوا نهاوند، نهاوند على على صول او النو عندنا في العراق. زين، عندنا من السي بيمول، هذا من درجة السي بيمول، عندنا من السي بيمول إلى الفا راح يصير عندنا جنس عجم على درجة الفا أو الجهارقة. جهارقة يعني الفا تسمى، هاي التسمية عندنا. وأيضا عندنا بين الصول والميكار، هذا الصول والميكار جنس سيجا ثلاثي. زين، اني فصار عندك كرد الحسيني بالنزول. صار عندك الاجناس، هسه عندنا بالصعود من تصعد انت عندك جنس بيات على الري، جنس بيات على اللا او الحسيني، هنا جنس كرد الحسيني او على اللا، هنا جنس نهاوند على الصول، وهنا جنس عجم على درجة الفا. يعني هنا عندنا من الري الى 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 كرد على الحسيني. طيب شو راح نعزف عندك انت بالصعود وبالنزول؟ هو طبعا ما يصير عندك هنا تغيير، فقط انه سي بيمول، هذه السي كار قلناها بالصعود، بالنزول راح يصير عندك ناصر عندك سي بيمول. زين، يعني راح يصير عندك الترتيب التالي، راح يصير عندك نبدي من الري، راح يصير عندك كالتالي،
راح يصير عندك خير، راح يصير عندك مي كاربيمون، وبعدين عندنا اوكي يصير عندنا تنزل اصبعك هذا بالنسبة للمقام الحسيني هو مفصلة البيات، وحقيقة من أجمل المقامات، وألفت عدد من القطع الموسيقية من ضمن عندنا سماعي جميل بشير والكثير. أتمنى أنه استفادتوا من هذا الموضوع، أي استفسار أنا حاضر، وننتظركم بالاشتراك بالدورات الموسيقية حتى نعلمكم الأصول، كيف تتمرن على آلة العود، أنواع الريشة بآلة العود، وحاضر وجاهز لأي سؤال. أتمنى أن عندكم مشاركة هذا الفيديو واللايك، وحاضرين، وتحياتنا، السلام. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.